الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مفيش اي حد بيسمعنا دلوقتي الا وعنده مشكله عايز يحلها في ماده الانجليش. كلنا محتاجين نظبط الانجليزي، لان الانجليزي ده حاجه اساسيه في حياتنا دلوقتي. الانجليزي هو الماده اللي كلنا او عيالنا او اولادنا او طلبتنا بيدرسوها من ابتدائي لغايه ثانوي. الانجليزي هو دلوقتي ضروره عشان الناس تتعامل مع الاي اي، ضروره عشان الناس تتعامل في شغلها، ضروري جدا عشان خاطر تسافر بره. الانجليزي حاجه بقت اساسيه ومهمه جدا في حياه اي حد. فين الانجليزي هو اللغه الاساسيه او الانترناشونال لانجويج لمعظم الناس في كل دول العالم بيتكلموا بيها. فلذلك معظمنا محتاج او عنده حاجه اساسيه في حياته ان هو يظبط الانجليزي. ولذلك بلغتنا كده هنعمل كورس. الكورس ده هيكون اسمه الكورس بتاع البوصلة. البوصلة عشان هي اللي هتوجهك الوجهة الصحيحة، لان معظم الناس اتضرت في الانجليزي لان هو بدأ بالاتجاه الغلط، فوصل غلط، بذل مجهود غلط، دفع فلوس في المكان الغلط، حط مجهوده في الكتب الغلط، ولذلك الدنيا عايزة تتظبط. فلذلك سميت الكورس كورس البوصلة، لان ان شاء الله هيكون هو وجهتك الصحيحة، هتكون بدايتك من الزيرو بوينت او من الالف لغاية الزي بوينت لغاية الياء. هنمشي صح شباب، خطوة بخطوة، شوية مجهود بساط جدا بس هنبذلهم هيوصلوك فعلا ان انت من الصفر للاحتراف. ركزنا قوي في كورس البوصلة ان احنا نظبط لك كل مهارات اللغة الانجليزية، سواء السبيكنج او الرايتنج او الريدنج او الليسننج. هنظبطها زي دي يا شباب. هنقسم شغلنا لعشر محاضرات. المحاضرة هتبقى عبارة عن فور سيكشنز. السكشن الاولاني هنبدا بالحاجه اللي هي زي ما بيقولوا كده ايه، الاسمنت بقى، او الحاجه اللي بتظبط البنى اللي هو الجرامر. هناخد كل محاضره قاعده. القاعده ديت هتبقى من البيسكس الاساسيه اللي انت سواء في اي منهج او في اي كورس هتبقى محتاجها. هنشتغل الجرامر ده باسلوب مبسط جدا بحيث يوصل لنفوخك مباشره تفهمه يعني، وفي نفس الوقت هنبراكتس في الحصه، هنحل وهنطبق مع بعض وهخليك تحل بايدك، وفي نفس الوقت هندي لك هوم ورك بحيث ان انت تطبق لوحدك وتتعلم من اخطائك، وهنعلم لك الواجب وهنصححه لك كلمه كلمه. السكشن الثاني في المحاضره الواحده هيبقى عباره عن هدف تارجت عايزين نوصل له. عايزين نوصل ان احنا نظبط من خلال الكورس بتاع البوصلة 1000 كلمة. كل محاضرة من العشر هناخد 100 كلمة. 100 كلمة هتقابلك في حياتك، في شغلك، في دراستك، في كتبك، في مناهجك، بحيث ان الألف كلمة خلي بالك هيظبطولك الانجليزي وهيعملولك اثراء لغوي خطير جدا. الحاجة اللي بعد كده هنعمل في الفوكاب ايه بقى؟ هنشتغل ال100 كلمة كل محاضرة، يعني التارجت بتاعنا 1000 كلمة يا شباب. كل محاضرة هناخد 100 كلمة، هنعمل عليها ديكتيشن، تسميع بشكل مختلف، انجليزي العربي، عربي الانجليزي. وبعد الديكتيشن هنعمل حاجة اسمها فوكاب كويز. الكويز دي هتقيس اختبارك بشكل انترناشونال في ال100 كلمة بتاعة الليكتشر. هنديك اسئلة variety of questions مختلفة تقيس وتظبط وتصلح فهمك للفوكاب، مش الطريقة التقليدية سمع الكلمة وانزل بيها. لا 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 خالص، لا ده انت هتفهم الكلمة. كل كلمة هنديك عليها 3 أمثلة. طب ليه يا مستر؟ بحيث ان انت تفهم الكلمة دي ازاي بتستخدمها في جملة، اللي الأجانب بيقولوا عليه اللي هو learn vocab in new contexts او different contexts. يعني ايه context؟ يعني اتعلم الكلمة في سياقات مختلفة، اكنك بتحط السمكة كده في المية بتاعتها، فهتبقى عايشة وتعرف تعوم وتعرف تتحرك، ما تاخدش الكلمة مجرد لوحدها، لا. يبقى كل كلمة جديدة هنديها لك هنديك عليها 3 different contexts، يعني 3 سياقات مختلفة بـ3 جمل مختلفة. بعد كده هندي لك الكلمة دي تسمعها لنا من عربي لإنجليش أو إنجليش لعربي عن طريق حاجة اسمها الديكتيشن. بعد كده هنديك different kinds أو variety of questions، أسئلة متنوعة على الكلمات بأشكال مختلفة وطرق مختلفة، بحيث إن أنت تفهم الكلمة برضك بطرق وانواع واماكن مختلفه فتثبت معاك. بعد كده سيكشن 3 عايزين نظبط فيه مهاره الرايتنج. مهاره الرايتنج هنشتغل فيها بطريقتين. الجزء الاول في سيكشن 3 هيكون رايت توبيك، انا عايزك تكتب عن موضوع معين. مش بس كده، لا ده انا عايزك تكتب عن التوبيك ده بـ3 طرق مختلفه. عايزك تكتب عن الموضوع الفلاني التوبيك ده، يسي مقال،
او تكتبه بطريقه الباراجراف او تكتبه بطريقه ان انت هتبعت سند ايميل تو يور فريند وتقول له وتبعت له عن الموضوع، ابعت ايميل لصديقك عن الموضوع ده، هتكتب عن الموضوع ده ايميل ازاي. فهعلمك كل توبيك تكتبه بثلاث طرق مختلفه، بطريقه الاساي، بطريقه الباراجراف، وبطريقه الايميل. هنظبط لك ده وننتقل للجزء الثاني في سيكشن 3، ان انت تترانسليت. يعني الترانسليشن هنديك في المحاضره 6 في الحصه و6 في الهومر، بحيث ان انت تتعلم ازاي تترجم من انجلش انتو ارابيك ومن ارابيك انتو انجلش. وهنعلمك بطريقتين، طريقه الام سي كيو وطريقه المقالي. الترانسليشنز نفسها والاسايز نفسها حصيله لغويه اخرى غير الفوكاب غير الجرامر، بحيث ان انت تثري لغتك وتظبطها وتتعلم المهارات المختلفة بتاعت الكلمات في أنواع مختلفة أو في كاتيجوريز مختلفة أو فئات مختلفة، تظبط معاك الإنجليش بشكل عام وتمارسه. سيكشن الرابع والأخير هو ريدينج. هنديك قطع مختلفة شيقة ومثيرة وجذابة، نخليك تقرأ القطعة، وبعد ما تقرأ القطعة هتفهمها، يبقى انت كده مارست الانديرستاندينج أو الكمبريهنشن مع الريدينج في نفس الوقت تسمع مني، فهنظبط معاك الليسننج، هتسمع الانجليش صح. بعد كده هنديك 6 أسئلة على كل قطعة، 2 منهم أسئلة direct questions، عايزة direct answers من القطعة، فهتدور على الإجابات هتلاقيها. 2 هيقيسوا مدى فهمك للفوكاب، عشان برضك نو 3 فوكاب جديدة غير الألف كلمة. 3 هنديك 2 يقيسوا فهمك او الانديرستاندينج بتاعك او الكريتيكال كويستشن. طب انت قريت القطعه ديت، انت فهمت ايه؟ طب ايه رايك في الموقف الفلاني، كانوا المفروض يتصرفوا فيه ازاي، وده صح ولا غلط من وجهه نظرك؟ فلازم يقيس ان انت فاهم القطعه، مش مجرد ان انت قريتها وخلاص والاجابه هتبقى من نقطه لنقطه. لا، هنديك 6 أسئلة عباره عن 3 أنواع من الاسئله، يقيسوا فهمك، يقيسوا الكلمات، ويقيسوا قراءتك للقطعه. اعتقد ان انت لو حفظت كل محاضرة من الـ 10 lectures بالـ 4 sections بتاعتهم، هتلاقي نفسك فعلا بتعمل عظمة وبتكرر ده 10 مرات بكلمات مختلفة، برولز أو جرامر أو structure مختلف، بقطع مختلفة، بترانسليشنز جديدة، بكلمات جديدة، بأسئلة مختلفة. وكل ده هيكون ليه أسئلة بتتحل في الحصة اللي هو الـ practice أو الـ classroom sheets، plus أسئلة تانية مختلفة متنوعة في الهوم وورك اللي بنزود لك ليه او بنمدك بي دي اف فيها انسرز تنزل على المنصه، وفي نفس الوقت بنزود لك فيديوهات للحل بتاعه الهوم وورك، بحيث يا شباب توصل فعلا من الزيرو بوينت للبيرفكت بوينت، من النقطه بتاعه الصفر لنقطه الاحتراف، او بالعربي من الالف الانجليزي من الالف للياء. شباب الكورس ده في الفتره معينه هنشتغله لايف على زوم، وفي نفس الوقت هينزل على المنصة بتاعتنا، بحيث ان انت تقدر تتفرج على كل محاضرة اكتر من مرة، وده هيكون معاك على مدار السنة كاملة، بحيث ان انت تقدر ترجع للكورس ده وتراجعه اكتر من مرة. هيكون فيه ملازم، الملازم دي هتتبعت لك بي دي اف فور فري مع الباكج بتاع الكورس المدعم، الكورس ده مدعم. وفي نفس الوقت يا شباب ممكن احنا نوصل لك المذكرة شحن لغاية باب البيت. الكورس ده متاح داخل مصر وخارج مصر من خلال الارقام اللي هتكون عندك في الكومنتس او في الوصف بتاع الفيديو. لو انت فعلا محتاج تظبط الانجليزي صح، ومحتاج بوصله توديك للمكان الصح وتبدا صح عشان توصل صح، هو ده الكورس الصحيح، كورس البوصله. انصحك وبشده وبشده ان انت تشترك في الكورس ده، لانه فعلا is worth point، يعني value for money، يستحق الشراء، وهتحس فعلا ان انت حطيت مجهودك ووقتك في حاجة انت فعلا كنت محتاجها، وبعد كده تقدر تنطلق لأفاق أخرى ومستويات أخرى من تعلم الإنجليزي. هو ده هيكون أساسك. أحبكم في الله. انت كنت بتفرج على مستر محمد الجلاد، مدرس ومحاضر اللغة الإنجليزية. أنا بتمنى لكم التوفيق، وبحبكم جدا جدا جدا، وبتمنى لكم كلكم النجاح والتفوق، وان انت تكسر الدنيا، والإنجليزي هيساعدك في ده. أشوفكم على خير في أول ليكشر. باي باي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.